شوف انا ماني بسياسي ولا افهم في السياسه واجد، لكن معي مخ. الخارجيه الامريكيه في هي يا رجال هي 30 دقيقه مزين 6 تصاريح تقريبا، وكل تصريح فيه اعتراف اقوى من الثاني. السعوديه علاقتنا معها متعدده الاوجه، السعوديه مهمه للاستقرار، السعوديه ما نقدر نمس بالعلاقات بينها. هل يدل على ايش؟ لا حد يقول لي تطبيل، الله يطق راس العدو. ما ودي لاني اكره الكلمه هذه، لانها ليست، اذا انا اقول هذا مسجل اسمه مسجل ويشغل كذا وفي ازرار، انا ما طبلت، انا وصفته، فانا اصف الواقع. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على ثقل دولي قوي جدا للمملكه العربيه السعوديه، اقسم بالله، وهذا ما تملك امامها الا انك تقول الحمد لله وتعتز بقادتك ودولتك، والله العظيم. نتمسك ونلتحم في بعض يا اخوان، اقسم بالله. ولا نسمع للجراثيم. وبعدين دقيقة، المشاهير زملائي الله يوفقكم، ماني اشوفكم تتكلموا هذه الاشياء. ليه؟ ليه؟ انت كيف صرت مشهور؟ وكيف صار عندك دخل؟ وكيف صار عندك محيط تعيش فيه؟ وكيف صار عندك بعد الله سبحانه وتعالى ملابس انت تلبسها؟ وكيف صار عندك مكان انت تقدر تأمن فيه على نفسك؟ الا بعد الله سبحانه وتعالى ثم هذه الدولة يعني. صدق والله. يا اخي خلنا واضحين. من اللي بعد الله سبحانه وتعالى ضمن لك هذه الاشياء؟ يا اخواني بعقل، ما هو اني الوفق واطبل الله، اكره هالكلام اللي الصدق صدق. من هو اللي يعني، شوف بعلمك الان، اللهم لك الحمد، جوازك الاخضر هذا اقسم بالله انه صار يضرب له الف حساب، واسال اللي طلع برا وشاف، والله العظيم. يا اخي الخارجيه الامريكيه على كل حال، يجب يعني من باب المروءه، من باب المروءه ورد جزء بسيط من المعروف، دافع عن وطنك كله بلسانك، كله بلسانك، والله العظيم. وبعدين دقيقة، المشاهير زملائي الله يوفقكم، ماني اشوفكم تتكلموا هذه الاشياء. ليه؟ ليه؟ انت كيف صرت مشهور؟ وكيف صار عندك دخل؟ وكيف صار عندك محيط تعيش فيه؟ وكيف صار عندك بعد الله سبحانه وتعالى ملابس انت تلبسها؟ وكيف صار عندك مكان انت تقدر تأمن فيه على نفسك؟ الا بعد الله سبحانه وتعالى ثم هذه الدولة يعني. صدق والله. يا اخي خلنا واضحين. من اللي بعد الله سبحانه وتعالى ضمن لك هذه الاشياء؟ يا اخواني بعقل، ما هو اني الوفق واطبل الله، اكره هالكلام اللي الصدق صدق. من هو اللي يعني، شوف بعلمك الان، اللهم لك الحمد، جوازك الاخضر هذا اقسم بالله انه صار يضرب له الف حساب، واسال اللي طلع برا وشاف، والله العظيم. يا اخي الخارجيه الامريكيه على كل حال، يجب يعني من باب المروءه، من باب المروءه ورد جزء بسيط من المعروف، دافع عن وطنك كله بلسانك، والله العظيم.